أهم الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم 14 من يونيو عام 1971، صحيفة نيويورك تايمز تنشر مقتطفات من أوراق البنتاغون السرية للغاية حول حرب فيتنام. عام 2004 سجل رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون رقماً قياسياً عالمياً جديداً من خلال القيادة عبر القناة الإنجليزية في سيارة رياضية برمائية في أقل من ساعتين. عام 2007 وفاة كيرت والدايم الأمين العام السابق للأمم المتحدة والرئيس النمساوي الذي شوهت سمعته بعد الكشف عن ماضيه مع النازيين الألمان. عام 2013 السجناء في بيرو يسجلون رقماً قياسياً عالمياً لأكبر مجموعة من السجناء الذين يمارسون إجراءات المقاومة الكاملة للجسم. أخيراً عام 2014 انفصاليون موالون لروسيا يسقطون طائرة نقل تابعة للجيش الأوكراني.